أحد لوقا الثامن. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. سؤالين من ناموسي وآخرين من الرب. صحيح أن الناموسي هو المبادر في توجيه الأسئلة للرب، ولكن سرعان ما ينقلب الموقف ويصبح الناموسي هو المستجوب. وليس ذلك فقط، بل يجيب على أسئلة الرب بحسب فكر الرب وليس بموجب ما أراد الناموسي أن يحقق في هذه الجولة مع الرب. فخسر المعركة وانتصر رب المجد، كيف لا والرب هو صاحب السلطان المطلق والعالم بالكل وخالق الكل. لربما سخف هذا الناموسي بالرب ومعرفته وسلطانه وكونه ليس فقط معلم إنما أيضا ملك الملوك ورب الأرباب، بل والله نفسه. يبادر الناموسي بتوجيه الأسئلة للرب، والأول: ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ كان يدافع تجربة الرب وليس بهدف المعرفة. أراد هذا الناموسي أن يبرز ضعف معرفة الرب محاولا الطعن به وكونه معلما. وعندها أرجعه الرب إلى الناموس وسأله: ما هو مكتوب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ لقد كان سؤال الرب مكون من شقين: الأول ماذا يقول الناموس؟ والآخر كيف تقرأ الناموس؟ فكثيرون يعرفون الناموس والشريعة ولا يجهلون المكتوب، كهذا الناموس وغيره من معلمي الشريعة والفئات الأخرى من المتدينين. ولكن السؤال الهام مكان هو: كيف نقرأ المكتوب؟ ليس الهدف هنا إعطاء معلومات تخص علم التفسير، إنما تسليط الضوء على أنفسنا ونوايانا في كل مرة نريد أن نفهم المكتوب في كلمة الله وفي الأمور التي تحدث من حولنا. الناموسي يتكلم عن المحبة لله وللناس كمعلومات، ولكنه من المؤكد يعجز عن أن يحيا بهذه المحبة. فهذه المحبة ثمرة من ثمار الروح القدس، وهذا لن يحدث إلا بعد الفداء. هذا الناموسي معلم للناموس، يسأل سؤالا بسيطا واضحا كهذا: وهل هو لا يحفظ الوصايا؟ ولكن رقة المسيح في إجابته، إذ يعرف أن هذا الناموس يجربه، لكنه يشجعه قائلا: بالصواب أجبت، لعله يجذبه للإيمان. تحب الرب إلهك من قلبك؟ أما سؤاله من هو قريبي، أجابه يسوع بمثل السامر الرحوم والذي يعتبر غريبا بالنسبة لليهودية، وهو يسوع المسيح نفسه. ورأى الإنسان فأشفق على جبلته وصب على جراحه خمرا وزيتا، أي وصل بين الطبيعة الإلهية وبين الطبيعة البشرية بعد أن جمع بين التحنن والخلاص. خلص الإنسان لأنه ما أنسأل دم ربنا من جنبه حتى محيت خطايانا. أما تضميد الجراح فهو يعني ربط الشيطان وتحرير الإنسان من سلطان إبليس، وحمله على دبته، أي أن المسيح أخذ الجسد على عاتق ألوهيته وأصعده من الأرض إلى السماء.
وكل هم الرب الاعتناء بالناس لأنهم مرضى مجروحون بالخطايا. الفندق هو الكنيسة، وصاحب الفندق هم الرسل الأطهار وتلامذتهم والأساقفة فيما بعد. أما الديناران فهما العهد القديم والعهد الجديد، ومداواتهما تتم بالأقوال النبوية والتعاليم الإنجيلية، وهكذا يستعيدون صحتهم بإرشادات الكتاب المقدس وتعزياته. علينا ونحن نعبر في الحياة ألا نحدد للقربة حدودا قديمة. كل من نجدهم على جوانب الطريق هم أقرباء، والمسيحي سامري صالح كسيده يلتفت إلى كل من هم على ضروب حياته، وكل قرابة هي فرصة علينا ألا نخسرها، لأننا سندان عليها إذ لم يكن قلبنا رؤوفا أمامها ومتحننا فيها. جدد المسيح في هذه القصة تعاليمه الرئيسي بأن الدين لا يقوم بحفظ الفروض الخارجية والطقوس المذهبية، إذ أن الشخصين اللذين أكملا هذه الفروض الحقة المعينة من الله وأكملاها في الهيكل المقدس خالفا أساس الدين المتعلق بمحبة القريب، ومن يخالف وصية محبة القريب لا يمكن أن يكون محبا حقيقيا لله. إذن فالكاهن واللاوي لم يحفظا شيئا من جوهر الدين، بينما قبل الله السامري الذي لم يتمم فروض الدين الخارجية وكان أجنبيا عن شعب الله المختار، ولكنه أظهر محبته لله بمحبته لقريبه. مع محبة الأب بطرس ميشيل جنحه. Thank you.